شنو يصيرون منك؟ بنت عمي ومديرتي. يما بديت المدير. شو مدير شلونها وياك؟ ما في منها على العسل. احكي الصراحه، احنا بايام مفترجه راح تسامحك. لا والله ما في منها سامحك، بس هو ما راح يقدر يحكي لي، انا حبابي معهم كثير. هاي الكلمه انه ما في منها، وهي اللي يعني اللي ساعدتنا لنوصل ونطلع كل شيء. زين، بشو مديرتك، بسوريا ولا بالعراق؟ لا مديرتي هون فرع ست الشام، مديرة فرع حملايا كمان واشتغل وياها. ايفلين انا ترند، يعني الاغلبيه بيعرفوني ببغداد. عمري الترند. ايفلين اسمه، والاغلبيه بيعرفوني تقريبا. حبيبي والله نتشرف. تسلمي لقلبي. انت اصلا وجهك ترند يعني. تسلمي لقلبي ست الكل حبيبي قلبي. خلي لي اياك. احكي لي برمضان شنو هي اكلات السوريين اللي شان على واحدة ونص على قولة اخواننا المصريين اللي تكون مزبوطة. هلا اول شيء الفتوش والتبولة، هاي مقبلات. مقبلات. الاكلات الرئيسية حتكون مو حراق اصبعه، كبة لبنية شاكرية. حراق اصبعه، هذا احنا عندنا هاي اكلة قديمة. حراق اصبعه يعني انتوا تسووها؟ نعملها طبعا. شو تسووها؟ لا بس تختلف هي طبعا اكلاتهم تختلف. احنا محروق اصبعه نسميها. لا هي حراق اصبعه، بتجي نوع من انواع المقبلات. شنو بالله انت تسووها؟ بتجي خبز مقلي شوي وبصل وحمص وشوي باستا و لا عمي لا كلش مثقفة هاي. احنا عندنا خبز نقع بمي وكركم وملح وناكل. لا نحن كثير كثير على حب الله. في كبة اللبنية. اوكي طيبة الكبة اللبنية. الباشا وعساكره ما عرفوش. باشا وعساكره هو بيجي كبة لبنية مع قطع عجين مطبوخة مع اللبن. تمام. شاكريه. شو شاكريه؟ شاكريه كمان لبن وبقلبه لحمه ورز جنبه. شوفي انا مجربتهم بمطاعم نارنج ومطاعم بيت حلب ومطاعم جربتهم. هلا هم هيك بنقدمهم كمان بمطعم حملايا. حلو ما مجربتها يعني. لازم كمان طيبه بتطلع حملايا. اما ست الشام احنا لازم نرفع عليكم دعوه، فلوسنا كلها يمكم. لا حرامات، ليش ترفع علينا دعوه؟ طيب لان فلوسنا كلها يمكم. هو لو مو الاكل طيب ليش تجون غير عندنا؟ شلون يعني احنا كل شهر لازم نسوي لكم زياره على مود ناخذ هذه المناقيش والحركات مالك. هو ليش يعني هي فطور صباحي وانت بتجي بتفطري او العشاء عندك تتعشى. لا بيها صح، تعرف شلون الديكور اللي موجود بالفنانين يعني انا زايره فرع الامارات القديم قبل لا يتجدد. شو كل لوح عليه فنان سوري قديم، شو احداثه، وين ولد وين توفى، وشو الاكلات الشهيره. هذه اول اغاني صباحيه عندكم. حلو طبعا. شفتي شلون زبونه مركزه؟ اي والله مركزه معهم. دقيقه روحي تركزي عندي بحملايا. اوكي دزي لي دعوه عادي اجي، تراني ما اسوي فطور. يمنا خلص يمنا. يمنا 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 مطعم حملايا 14 رمضان. حبيبي والله. اهلا. زين احكي لي شنو انت مديره، شنو تشتغلين ببغداد؟ هلا مديره صالات حفلات ايفنتات، بنظم الحفلات. أوكي. بالمطعم مسؤولة عن إدارة الصالة، الشباب بعلمهم شوي كذا هيك. على من تضبطين؟ علاقات عامة يعني. حلو زين، على من تضبطين؟ كباتن أكثر شيء. كباتن هذا كابتن؟ الكباتن أكثر شيء. تضبطين عليه؟ مطينة عيشته؟ مطينة عيشة الكل. بالعكس والله رفيقتنا. عن جد؟ بالشغل رفيقتنا. كابتن ولا شو؟ كابتن إيه. زين أنتم شعدكم عايفين المطعم وطالعين؟ نحن لازم نعيش أجواء رمضان كمان شوي. يعني شو وقت تطلعون؟ عندكم يوم إجازة ولا شو؟ إيه نحن كل 15 يوم عنا إجازة. حلو منيحة. أيه. يعني يومين بالشهر. إيه تقريبا يومين بالشهر. حلو، أنت معاهم تاخذي إجازة ولا لا؟ هلا أوقات تحكم آخذ وياهم إجازة مشان بس أفطر شوي غير جو. يا عمري اللي يريد يغير جو مشان ما في حدا يحاسبنا إذا أخذ. ليش تأخرت؟ تحاسبوا الإدارة وياهم ما بتحاسبوا. زين سؤال، كون إنه أنت مديرة شو ضاف لشخصيتك؟ هلا انا من سوريا بشتغل هيك واجيت لهون، اعطاني قوه شخصيه زياده وصار عندي كثير علاقات عامه ببغداد. قيادي. حلو. انا بكون كيوت احيانا معه للشباب. احيانا زلمه طول الوقت. المفروض يعني شباب لازم هيك يتاخذوا، بس كمان لطيفه بنفس الوقت.